قريت مقالة رائعة ومؤثرة للكاتب العظيم الراحل مصطفى محمود، بتشرح حال الناس عامة دلوقتي وقبل كده، حال الناس في العالم كله. أنا نفسي أقراها لحضراتكم وهتستفيدوا من سماعها زي ما حصل لي بالظبط. بيقول الدكتور مصطفى محمود رحمه الله: لن تصدقني إذا قلت إنك تعيش حياة أكثر بذخا من حياة كسرى، وإنك أكثر ترفا من إمبراطور فارس وقيصر الرومان وفرعون مصر، ولكنها الحقيقة. إن أقصى ما استطاع فرعون مصر أن يقتنيه من وسائل النقل كان عرب كرو يجرها حصان، وأنت عندك عرب خاصة وتستطيع أن تركب قطارا وتحجز مقعدا في طائرة، وإمبراطور فارس كان يضيء قصره بالشموع وقناديل الزيت وأنت تضيء بيتك بالكهرباء، وقيصر الرومان كان يشرب من السقة ويحمل إليه الماء في القرب، وأنت تشرب مياه مرشحة من حنفيات ويجري إليك الماء في أنابيب، والإمبراطور غليوم كان عنده أراجوز وأنت عندك تلفزيون يسليك بمليون أراجوز، ولويس الرابع عشر كان عنده طباخ يقدم أفخر أصناف المطبخ الفرنسي وأنت تحت بيتك مطعم فرنسي ومطعم صيني ومطعم ياباني ومحل كشري ومصمت ومصنع مخللات ومعلبات وحلويات، ومراوح ريش النعام التي كان يروح بها العبيد على وجه الخليفة في قيظ الصيف عندك الآن مكانها مكيفات هواء تحول بيتك إلى جنة بلمسة سحرية. أنت إمبراطور وكل هؤلاء الأباطرة جرابيع وهلافيت بالنسبة لك، ولكن يبدو أننا أباطرة غلب علينا الطمع، ولهذا فنحن تعساء برغم النعم التي تمرح فيها. فمن عنده سيارة لا يستمتع بها وإنما ينظر في حسد لمن عنده سيارتان، ومن عنده سيارتان يبكي على حاله لأن جاره يملك بيتا، ومن عنده بيت يكاد يموت من الحقد والغيرة لأن فلان لديه عقارات، وفي النهاية يسرق بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا حقدا وحسدا. ثم نلقي بقنبلة ذرية على كل هذا الرخاء ونشعل النار في بيوتنا، ثم نصرخ بأنه لا توجد عدالة اجتماعية، ويحطم الطلبة الجامعات ويحطم العمال المصانع، وليس العدالة إنما الحقد هو الدافع الحقيقي وراء كل هذه الحروب في العالم. ومهما تحقق الرخاء للأفراد فسوف يقتل بعضهم بعضا لأن كل واحد لن ينظر إلى ما في يده وإنما إلى ما في يد غيره، ولن يتساوى الناس أبدا. فإذا ارتفع راتبك ضعفين فسوف تنظر إلى من ارتفع أجره ثلاثة أضعاف، وسوف تثور وتحتج. للأسف لقد أصبحنا أباطرة، تقدمنا كمدينة وتأخرنا كحضارة، ارتقى الإنسان في معيشته وتخلف في محبته. أنت إمبراطور هذا صحيح، ولكنك أتعس إمبراطور إلا من رحمه الله بالرضا، وعز من قال: وقليل من عبادي الشكور. جميلة، أنا عجباني بصراحة. فضلت الشيخ أحمد الصباغ، إزاي حضرتك؟ منورنا يا فضلت الشيخ. صلى على الحبيب، قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إيه رأيك في المقال؟ مقدمة رائعة. جميلة. نقول بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في اسأل مع دعاء. ايوه حلوه دي، حلوه المقدمه، جميله. احنا المره اللي فاتت كنا وقفنا عند السيده مريم، يعني سيده نساء العالمين وسيده نساء الجنه، وكنا اتكلمنا عن يعني هي ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها. لكن عايزين نتكلم عن فكره الولاده نفسها، ولاده سيدنا عيسى عليه السلام. وهل هو يعني الولاده والطريقه اللي حملت وولدت بيها، هل تعتبر ابتلاء تحول بعد كده لشيء يعني نعمة؟ بص يا أستاذة، ولادة السيدة مريم بسيدنا عيسى كانت فيها إعجاز، وكذلك ولادة مريم من أمها كانت فيها إعجاز. فهي سلالة. يعني لما نيجي نشوف مريم ببساطة كده، زي ما قلنا ربنا سمى صورة باسمها المرة اللي فاتت، احنا هنقول النهاردة ده كمان من تكريم القرآن للسيدة مريم أنه سمى صورة كاملة باسم
أسرة مريم.